أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم التكلم في حجم الكون والقول أن الفضاء مسافته ملايين السنين؟ وش أدريه، هذا تكلف ما له فائدة فيه. الله جل وعلا يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. أنت ما تحيط بنفسك يا أخي، ما تحيط بنفسك واللي فيك من العروق والمفاصل والمنافع والروح، لا تحيط بشيء من نفسك، فكيف تحيط بالكون وتقدر الكون ومسافة الكون؟ كل هذا من التخرص الذي لا حاجة إليه. نعم، هو جاء في إن بين السماء والأرض 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وكثف وغلظ كل سماء 500 عام، هذا جاء في الحديث، يكفينا هذا، نمشي مع ما جاء في الحديث فقط. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.